وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قضاء حوائج المسلمين أي معاونتهم ومساعدتهم في قضاء حوائجهم، والمسلم في عدد من مصالحه وعدد من حاجاته يحتاج إلى من يساعده، وإذا كان المسلم في حاجة أخيه كان الله تبارك وتعالى في حاجته، وإذا كان في عون أخيه كان الله سبحانه وتعالى في عونه. وكما يكون لعباد الله سبحانه وتعالى يكون الله له توفيقا وتسديدا وعونا وتيسيرا. فهذا باب عظيم من أبواب الخير المباركة لا يوفق له إلا ذو النفوس العالية من أهل الفضل والخير والنبل. قول الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وافعلوا الخير أمر بفعل الخير، والخير يتناول كل أنواع البر والجود والإحسان ومعاونة الآخرين ومساعدتهم، تفريج الكربات، مساعدة المحتاج إلى غير ذلك. ورتب على ذلك الفلاح، قال لعلكم تفلحون، ولعل في القرآن واجبة أي أنكم تفلحون إذا فعلتم الخيرات متقربين بها إلى الله سبحانه وتعالى.